أمريكا امتنعت عن التعليق. نعم. نحن نعرف أن هذه المنظمة جميعها بما فيها الجامعة العربية أسست من أجل قمع الأحرار، أسست من أجل حماية إسرائيل. نحن في لبنان، حتى أقول لك إياها باللغة العامية، نحن نمسح حذاءنا بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن وبمحكمة الجنائية وبمحكمة العدل وبهيومن رايتس ووتش وبمنظمات حقوق الإنسان. نحن لا نؤمن إلا بالقوة، نحن أقوياء، نحن أسياد، نحن ضعفاء، نحن منبطحون ومدعوس على رأسنا، لذلك نحن لا نؤمن بكل هؤلاء. هذا خائط مبكى للضعفاء، هذا ليس للأقوياء. نحن في لبنان قرأنا 1234 قرار صدروا بحق إسرائيل أن تنفذ منهم قرار واحد. القرار 425 نفذناه ببنادقنا بدماء شهدائنا وبألام جرحانا. اليوم إسرائيل تعربد وتقوم بتوسعة دائرة النار وتقصف كافة القرى الجنوبية والبقاعية وتقتل المدنيين، كل عائلة 11 8 7 أنفار قتلوا. هذا العمل ألا يستدعي أن يكون هناك ضمير إسلامي وضمير عربي إذا تبقى شيء من الإسلام لدى هؤلاء، وضمير عربي إذا تبقى شيء من لدى هؤلاء الحكام ولدى هذه الأنظمة؟ أيضا نحن قطعنا الأمل وقطعنا الرجاء من هذه الأنظمة العربية. نحن اليوم نقاتل مستندين على أولا أحقية قضيتنا، عدالتها، إيماننا بالله، ونحن أصحاب عقيدة خرجنا من رحم ثورة كربلاء. لدينا محور إيران، العراق، اليمن، سوريا، فلسطين. من أجل فلسطين مستعدون أن نقاتل حتى لو كنينا عن فكرة أبينا. منذ بداية الأحداث قلت في عدة لقاءات ويتشرف أن أقولها على شاشتك، قلتها وأعيدها، أن العراق أضاء ظلمتنا حين كان لبنان غارق في الظلام. العراق بلسم جراحنا بالرشاش وبالأدوية والتي أرسلها المستعدات الطبية إلى لبنان. هذا هو الأخ العربي، هذا هو الأخ المسلم. الأخ العربي والمسلم يرسل لرجال المقاومة وبيئتها فيول ليضووا، وبيرسل لهم دواء من أجل تطبيب جراحهم. ما بيبعد الثلاج وتفاح لإسرائيل، ما بيحاصر غزة وبيبعد مواد غذائية وبيمدهم بالأموال لهؤلاء الصهاينة المحتلين الظلام. نحن لا نقول للعراق شكرا، نقول للعراق أنت وفيت، اللهم اشهد أن العراق وفى بالعهد.